السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ النكهة والذوق. وعواشر مباركة وعيد مبارك سعيد على الجميع. اليوم نحضر الحلوى ديال التمر اللي هي محبوبة الجماهير، محبوبة الكل، كل شيء كيحماق عليها، وانا كذلك ميمكنش يكون شي عيد ما نحضرهاش. اليوم نحضرها بزاف ديال الاشكال مختلفة وبحشوة اللي مختلفة على السنة الماضية، مختلفة كما كتشوفوا كتجي هشيشه كتذوب في الفوم لذيذه بزاف، ومقادير في متناول الجميع على حساب الرغبه، الاضافات اللي زايده على حساب الرغبه كل واحد. كما كتشوفوا كيجي المنظر ديالها جميل وعاطيه العين، والمذاق ما نقول لكمش، راه كلشي كيحماق على الحلوه ديال التمر. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 2 كيلو ديال التمر اللي هنغسلو، لانه قاصح نغسلو، اما اذا كان رطب ومعسل هنمسحو وصافي، نحيد له العظم ديالو هنبخرو. هادي نضيف وهندوز دابا للعجين، كنخلي كيتبخر كندوز نوجد العجين. عندي نص كيلو ديال الزبده درجه حراره المطبخ، اذا كتكون رطبه كنقدروا نخدموها. عندي كاس ممتلئ هنايا، نص كاس، ولكن من بعد راه ضفت نصف كاس اخر، هو يعني كاس ممتلئ ديال سكر كلاصي او سكر بودره. هنايا يعني نصف كاس ديال الزيت، واحد اصفر بيضه. هنايا يعني هنضيف نصف كاس ديال ماء الزهر او 5 ملاعق كبيره، يعني اذا درتو بالكاس كتجي نص كاس. صافي نخلط هاد المكونات مزيان بيدي، تتولي بحال كريمه متجانسه. يمكن تخدموا كلشي في الاله ديال العجن. كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع وكنخلط. هنايا في الاخير كنحصل على العجينه هيدا كما كتشوفوا، هشه ورطبه، ولكن كتقدر تكون هيدا تحضر الحلوه. تخليه في ديك الدقيق تقريبا كيلو و 300 غرام، يعني كيلو وربع زايد شويه. هنا التمر ديالي مو مساليت العجينه، كيكون التمر ديالي وجد. انا كنفضل دائما البنات استعملوا التمر على يدكم، حضروه على يدكم، احسن من التمر كيكون واجد داك العجينه اللي كتتبع. هذه ما كتعرفوش شنو فيها، شنو داخلين المكونات اللي فيها، ومذاق ديالها ما، وانا اخر مره استعملت هذيك صار من 6 سنين ما بقيتش كنستعملها. صافي هنايا غنضيف ثلث كاس، ثلث عفوا، ثلث معلقه صغيره ديال الكوزه، 5 الحبات ديال القرنفل اللي مطحون، طحنته هنايا وضفته، معلقه صغيره ديال القرفه هنضيفها وكنطحن. هنايا استعملت هذا الخلاط لانه كيقدر يطحن المسائل اللي بحال هيدا تكون سخونه او لا قاصحه، كيقدر يطحنها. ما كانش طحن تعجنوه بيديكم لانه اصلا راه كيكون رطب. هنايا من بعد ما ساليت غنضيف 100 غرام ديال الكركاع اللي حمصتو شويه في الفران وهرمشتو شويه غير بيدي، ما تحطوش الطحانه باش ما يتطحش بزاف. كذلك واحد شويه ديال الزنجلان حتى هو حمصتو شويه في المقله، وضفتو العجين التمر هايلا تخلط كامل. هندير 3 ديال الكويرات كبار باش نقسم على حسب الاشكال. عندي 3 ديال الاشكال، هنحضر الحشوه ديال التمر على حسب الاشكال اللي عندي. وهنا نستعمل لوح بلاستيك غذائي باش نحضر، باش يسهل عليا التشكيل ديال العجين ديال التمر لان كتكون كتلصق. صافي دابا هنقص كذلك العجين ديال التمر، هنقطعها ديال القطع على حساب ديال الاشكال. هنبدا بالشكل الاول، هنطلقو هيدا بين واحد البلاستيك غذائي وبين الورق، او لو اذا كان بلاستيك غذائي حتى هو كذلك ماشي مشكل، المهم كيسهل عليك باش من بعد تقدر تهزها بكل سهوله، ما كتلصقش في سطح العمل. صافي ملي قطع دوائر باش كيجي قياس واحد وكيجي وزن واحد كذلك. صافي دابا كنبدا نصفق منهم الدوائر ديال العجينه التمر اللي حضرت. هذا الشكل الاول اللي هيجي
دائري اللي كندير فيه ديك الكويره ديال عجينه التمر. وملي كنجي نكور كنستعمل بالزيت، كندهن يدي بالزيت باش ما كيبقاش يلصق داك عجين التمر. بالنسبه للمبتدئات اللي مازال ما كيعرفوش هاد بعض النصائح هيدا، صافي كنضغط عليها غير شويه وكنحطهم، كنسف كلشي حدايا حتى كنسالي. هذا الشكل الثاني حتى هو كذلك عملته على شكل اصابع. هيدا ملي كنديروهم دوائر، كنقطعوا العجينه دوائر، كيجينا الشكل قياس واحد، ماشي بحال اللي كنقطعوا دابا ساعه من العجينه ونحضروا في يدنا، كيجي كل شكل شي طويل شي قصير شي غليظ. هنايا كيجي قياس واحد كلشي، لا في الوزن ولا في الشكل. صافي غنستمر بهذه الطريقه ونكمل قطعه الحلوه. غندور الشكل الثالث، هذا اللي درته في بلاستيك غذائي طولي ودخلته للمجمد، يلاه برد شويه باش تشبع باش نقدر نقطعو هيدا مربعات. غنقطعو مربعات كاملين. هنا راه من بعد صغرت المربع، هنايا جاني كبير، من بعد عاودت هاد اللفه ودرتو اصغر من هذا الشكل هذا، وكذلك رققتو اكثر باش كتجيني الحلوه صغيره شويه. صافي كنستفو فوق العجينه اللي كنطلقها هيدا بشكل طولي، وكنطويه كنطوي عليه العجينه الثانيه هيدا، وكنبدا نقطعو كنقطعو مربعات كما كتشوفوا. هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا الطابع داك الشكل مربع، كيبغيو داك الشكل مربع. كنطابع استعملوا الطابع، ما كانش ما بغيتوش كتستعملوا هذه الطريقه، هذه كتجي نفس النتيجه وشكل مزيون وراقي كذلك. غادي كنحاول نحيد داك الزوائد العجين باش ما تجيش غليظه بزاف، لان باقي اللي غندخلهم في الفرن غيتنفخوا شويه، واخا ما فيهمش تخميره ولا كيزيدو تنفخو شويه. صافي دابا مور ما ساليت الكميه، راه باقي عندك كميه الاخرى. هنايا بغيت باش نوريكم بالزربه النقش. الشكل الاول الاصابع كان نقشوه كيما معتاد، كيما كلشي كيعرف، النساء المغربيات والجزائريات كذلك كيعرفوا هذا الشكل كيفاش كيتصاوا. انا ما ساعدنيش بزاف هذا النقاش، كان ماشي عندي مزيان. نقز الشكل الدائري. انا واخا ما عندكمش الطابع يمكن لكم تستعملوا اي اله عندكم، اي هذه كنستعملها في الشباكيه استعملتها هنايا، عطاني بحال الشكل ديال الشميسه كما كتشوفوا. يمكن لكم تستعملوا اي حاجه عندكم باش تزوقوا بها، واخا غير بسكين هات تعدلوا الحليوه ديالكم مزيونه، ماشي ضروري قوه ديال الطوابع وقوه ديال الليمول. هذا الشكل الثالث المربع هو تا هو كذلك استعملت فيه النقاش، كنحاول نديرو هيدا في الدقيق شويش باش ما كيلصقش في العجين. صافي وكندير القريصات ديالي غير بشويه، لا ما قصتش بزاف لان كما قلت لكم عندي هاد النقاش شويش كيلصق بزاف في الحلوه. قلت لكم اذا كان عندكم مزيان كتحاولوا تضغطوا شويش على النقشه. صافي غنستمر هيدا ونكمل باقي العجين كامله اللي عندي. كتكون مسخنه الفران، هي كيفاش كيكون النتيجه. كنسخن الفران على 170 درجه اولا 160، بين 160 و 170 كندخلوهم كيطيبوا بشويش عليهم حتى كيتحمروا غير شويه ماشي بزاف كما كتشوفوا هنا النتيجه، يعني ما كيكونوش محمرين بزاف وما كيكونوش بويض. يا هايدا الشكل النهائي كيجيو رائعين صراحه، واخا تخليهم هيدا بلا سكر كيجيو رائعين وبنانين، ما كيقهمو ما فيهمش السكر بزاف، لان كما شفتو كاس واحد ديال السكر كلاسي. صافي هنا النتيجه النهائيه، كنضيفو فوق منهم سكر كلاسي او سكر بودره اختياري اللي بغى اللي ما بغاش، اللي بغى يفندى المهم هنايا باش كنقصو كميه السكر. درت هي فوق منها هيدا شويه السكر وصافي، والنتيجه رائعه كما شفتو في بدايه التصوير. ودابا
كيجيو واحد الطبق رائع ولا غنى عنه في العيد. لا غنى بالنسبه لي، لا غنى عنه في العيد، في اي مناسبه من ضروري تكون حاضره هذه الحلوه، واخا تكون هي بوحدها كافيه. وبصحة وراحة، وكنتمنى تسجلوا في القناة المسجلينش والإعجاب إذا عجبكم الفيديو، وخليوا تعليق إلى أي اقتراحات أو تساؤلات. مرحبا بالجميع، وعيد مبارك سعيد على الجميع، يدخلوا على الجميع إن شاء الله بالخير والبركات والصحة والهنا يا ربي. شكرا على المشاهدة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.